ليس ببعيد عن مسرح الشعب تقع الحديقة الوحيدة في شارع إسكاد، حديقة بروسك. مساحتها تناهز 6000 متر مربع تقريباً، تحيط بها الأشجار من جوانبها الأربعة. كانت متنزهاً عائلياً يكتظ بالناس، ومحطة استراحة للمتفرجين بعد العروض المسرحية. ولكنها اليوم تغيرت شأنها شأن كل ما في شارع إسكان، فصارت حكراً على الشباب فقط. هاي منطقة ترفيهية، هاي الأشجار الحلوة دائماً نتردد أنا وأصدقائنا سوريين بغداد من البصرة، دائماً نتردد هنا. والله على موجب ما أشوف المقابل الحدائق الأخرى، الحديقة هون كتير حلوة يعني، والجو حلو، هدوء، والطبيعة هون كمان موجودة أكثر من باقي المطاعم كافتريات. كإسكان بشرط يعني تقريباً يعني تقول هي الحديقة الوحيدة الكبيرة بالإسكان، باقي الحدائق باقي المقاهي كلها قصيرة وصغيرة يعني، مثل ما بقول يعني مترين بثلاثة يعني، إنسان يضايق يعني، بس هي أكبر شيء تنحسب يعني.